بالنسبة لميلان، ميلان أنا من قبل الموسم قلت لعشاق ميلان يا جماعة أنا رأيي الشخصي إن الفريق مبشر، والصفقات دي يعني صفقات ليها نظرة، مش مجرد بس إحنا جبنا فلوس هي يلا نروح نرمي فلوسنا في أي مكان، لا في لعيبة متجابة صح، لعيبة يعني في أماكن مظبوطة الفريق محتاجها بشكل كبير، لكن إحنا عندنا كم كبير جدا من اللاعبين في الفريق محتاج إن هو ينصهر مع بعضه، وبالتالي انت ميلان يعني مع الوقت لازم هيخسر نقط، لازم هيمر مباراه زي لاتسيو، ده وارد بيحصل. وان كان بقى السؤال بقى هل خساره النقط دي هتساعده يقدر يلحق يستمر مع يوفنتوس ونابولي ولا لا، دي نقطه، لكن لو الفريق يعني طموحاته انه يوصل نهائي يوصل لمراكز دوري ابطال، اعتقد ان هو يملك ما يشفع له انه يوصل منطلق لمراكز يقدر دوري يلعب ابطال. بثلاثة عادي، ده سؤال سألته من الأسبوع اللي فات. مش عارف هو النهارده برنامج الاسئله اللي هو ممكن في حاجات بتقف تحول دون اجابه دقيقه وواضحه في الموضوع ولا لا، لانه انا شايف ان اصابه كونتي خلت انه اجابه على السؤال دي غامضه شويه، يعني هل لو كان كونتي استمر كان مونتيلا هيتحول للثلاثه ولا لا؟ دي طبعا احسن له، كونتي رودريجيز الاثنين الطرفين مفتوحين طبعا احسن له. ما تقدرش تحكم هو هغير عشان كونتي بقى عشان الخسارة الكبيرة ولا عشان إصابة كونتي كمان، فهو ما يقدرش يلعب بكالابريا في أربعة، يعني دي نقطة مهمة بوجهة برضو نظر ممكن تقدر تقول يعني كان ساعتها ممكن ما يتحولش، فسؤال يعني ممكن لما يرجع لو فكر يرجع تاني يلعب أربعة نقول ساعتها إن هو ما كانش خايف ولا حاجة من موضوع كونتي إصابة كونتي دي، لكن بشكل عام أنا شايف إن ميلان الهم عنده دلوقتي هو الشكل الهجومي اكتر من الدفاعي، صحيح. الفريق دفاعيا كويس يعني بعيدا عن ان هو عانى في ماتش لاتسيو، لكن في باقي المباريات يعني الفريق كان الى حد كبير كان كويس وعنده عناصر دفاعيه كويسه جدا، يعني موساتشو الجاي من فاريال هو مدافع كويس، لكن وان كان عندي ملاحظه ان موساتشو اصلا مع فاريال كان مدافع قائد، هو ما يقدرش يبقى قائد على بونوتشي ورومانيولو، دي مشكله كبيره ممكن يقع فيها موساتشو ان هو ما يبقاش قادر ان هو يتعامل مع الوضع، لكن ميلان قدام محتاج يحل بعض المشاكل او مش المشاكل بعض الاسئله اللي هي كالينيتش ولا اندري سيلفا بس ولا لعب السؤال اللي محتاجين نسأله بونافنتورا حكان، لأن ده الأهم دلوقتي. ممكن ده سؤال برضو من الاسئله اللي احييك عليها، يعني اعتقد انا اميل لبونافنتورا لسبب واحد، يعني مش محتاجين كم كتير من اللاعبين بالشكل ده، تاني حاجه بونافنتورا بيدي ثقل شويه في وسط الملعب الدفاعي والفريق محتاج ان هو لاعب في النقطه دي، وممكن تشالانجو حكان تشالانوجلو، تشالهان اوجلو تشالانوجلو خليها حكان. لا خليها تشالهان اوجلو، ممكن يعني يبقى لاعب منظره بس جناح وبعد كده في النهايه يبقى صانع العاب بيدخل في العمق مع مرور الهجمه، يعني انا مش شايف تناقض ان الاثنين يلعبوا مع بعض يا محمد في رايي، يعني بس ممكن كده جدا بقيت مهاجم واحد. ما فيش مشكله، يعني مش شرط ان احنا نشوف ان ميلان بيلعب باثنين مهاجمين ابدا خالص، لكن في اخر حاجه عايز اقولها بالنسبه لميلان، كيسي يعني عايز اعرف دوره في الملعب، احيانا بشوف كيسي ان هو لاعب خط وسط مدافع صريح، واحيانا بشوف كيسي اكتر واحد في خط منطقه الجزاء، هو جاتوزو كان شايف ان هو مجهوده البدني دفاعيا وهجوميا اعلى، يعني هو مش بيعمل حاجه في غير دوره، لا هو مجهوده بيدي كده. بالظبط، هو تقريبا كده ايه عنده مجهود زياده وعايز يضيعه، يعني اصبر اتقل نفسك في الموسم، اعتقد مونتيلا محتاج يقنن مجهوده ويبدا ان هو يشوف طيب دوره بشكل افضل، مهم في يعني حصاد الميلان سوزو يقدر يكون مهاجم تاني، لان ده اللي عمله مؤخرا. شفته في مباراه يقدر مش فاكر المباراه، اعتقد ان هو اول اسبوع يقدر بس ساعتها بقى لا ممكن، يعني اعتقد سوسو افضل في الجناح، هو يقدر لكن انا ليه اخسره في الجناح وهو افضل طيب في رايي في الجناح.